هل جبتها من المتهم الثاني هو اللي قال كانت بتقول له هو المحترف اللي عليه هو الشاهد اللي عليه اللي هو بلغ هو اللي قال بس هل فعلا هم بيمثلوا الجريمه يعني قال كده ايوه بس هل فعلا الكاميرات وثقت الجريمه جابوا جريمة. الكاميرات وثقت الجريمه هو مثلها ده جابوه كمان في مول وبيشتري الجنازير شوف بقى وصلت ليه لا انا بتكلم مكان الفيلا بيشتري الجنازير مكان الفيلا بيقولوا ان هم قدروا يجيبوا المحتوى هل وثقت الجريمه طبعا اكيد لا انت حضرتك سمعتي انا سمعت كله عرف امتى والد الشيماء هتقبل العزاء امتى بعد الاعدام بعد الاعدام ان شاء الله الحكم ولا التنفيذ التنفيذ يوم اعدام وناخد العزاء يوم اعدام واشوفه اتفرج عليه لازم اخش ان شاء الله القياده تكون سامعاني وحاسه بيا يدخلوني ان شاء الله وهو بتعزم هي دي املي في الدنيا بعدها على طول في اسبوع هاخد عزاء بنتي او يتذاع في بث مباشر او يتذاع على الهواء هطلع على كل القنوات وهقول والعزاء ان شاء الله كله كنتوا حاضرينه برده يعني انت نفسك تشوفيه تبقي موجوده في المكان اللي بتعزم فيه ان شاء الله انا قلت لك هخش على بنتي قول له كلم ستك ودخلت عليه حصل مش كلمه ابدا وتراجع فيها لا مش لا وانهارت انهيار يعني الناس اللي كانت بتقول ان انت مش بتنهاري انت بعد ما شفت بنتك جالك نوبه انهيار لا كان عندي امل مش هي كنت بكذب على نفسي ان مش هي عشان اقف كفايه بنتها ولا كنت بتتماسكي ولا كنت بتتماسكي لغايه اما تشوفيها كنت بتتماسكي لغايه تشوفيها تشوفيها انا قدام المشروحه قبل ما يعملوا لك الدي ان ايه اقول لهم اللي هيعملوا لك الدي ان ايه ان انت طبعا لازم اوصف اولا بنتي مع جوزها راحت فين طيب بنتي ماشيه مع جوزها راحت فين خد يا ام جمال راحت فين ارض الشقه والعتق هو سبب الاختفاء هو وطلع فعلا مفيش حاجه قلناها وطلعت حضرتك كنت قايله ان في مستندات هتطلعيها يوم السبت المستندات دي ايه لا مفيش مستندات ولا حاجه انا لسه ما عنديش طيب بخصوص الوصيه مفيش وصيه المحاميه اعلنت منذ قليل اللي عنده وصيه يطلعها المحاميه اعلنت ان في وصيه داخل المنزل لو سمحتي طلعوها ما تدخلينيش انت سالت سؤال اديك الجواب بتاعه فتسكت تمام ما تدخلينيش في حوارات ثانيه تمام هي اي حد مش المحاميه بتاعتك قول فاصل اللي عنده ورقه يطلعها اللي عنده حاجه يطلعها بس اي حاجه تاني من بنتي دي من اي حد يطلعها كده اتكلم اي شيء يطلعها لو الشيطان ده قدام عينيك دلوقتي حالا بعد انا اغلب الشيطان بعد ما شفتي انا اغلب الشيطان بعد ما شفتي شيماء لو المستشار ايمن ده قدامك دلوقتي حالا هتعملي ايه هيبقى هو الشيطان اللي انا هركب عليه وهو من زمرة رقبته كفايه كده عشان خاطر زمرة رقبته قوميها شكرا ليك يلا يا اما يلا النبي ارحموها خليها تقوم ماشي خلاص طبعا عايزينها تمشي